السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري من سلطنة عمان. نحن في مدينة بيتشوود في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. كان جميل جدا، جو رائع جدا، المرأة الحامل والماء ساخن. طبعا هناك تساؤلات كثيرة جدا فيما يتعلق بهذا الشأن، بأن حال للمرأة حامل أن تستطيع أن تتناول الماء ساخن أو حال هناك أضرار. نحن ننصح بشدة بأن للمرأة الحامل فوائد صحية وعلاجية عديدة، ومواصلة البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء ساخن. الماء الساخن ليس فقط الأغراض العلاجية، وأيضا الأغراض الوقاية والفوائد الصحية، هي مادة طبيعية وصحية لها منافع عظيمة. ولدى المرأة الحامل مفيد جدا جدا، لكي ان هي تساعد الجنين على النمو بشكل سليم، حماية الجنين، وبالتالي الحفاظ على السائل الأمنيوسي بداخل رحم الأم. كما أسلفنا في عدة حلقات تحدثنا، وكما توصلنا في بحوثنا العلمية، ونحن اكتشفنا فعلا السائل الأمنيوسي هو أساسا ماء ساخن. كيف؟ لأن بكل بساطة كمية الماء في السائل الأمنيوسي، نسبة الماء فيه 99% ماء فقط، هي نسبة واحدة فائلة جدا، وهي مواد بروتينية وكولاجينية وغير كولاجينية، وهي مواد غذائية للجنين. إذا أول شيء هو ماء. طيب كيف ساخن؟ درجة حرارة السائل الأمنيوسي بالتحديد 37.5 درجة مئوية، أي درجة واحدة أعلى من الحالة الطبيعية في جسم الأم. هذا الماء بحيث يبقى ساخنا على حرارة 37.5، تخيل أن جسم الأم يبقى دائما بسخونة متواصلة 24 ساعة من أجل الحفاظ البقاء على السائل الأمنيوسي ساخنا، أي وهو ماء ساخن كما أسلفنا. إذا السائل الأمنيوسي هو بالتحديد ماء ساخن، وهو باعتبار أن المادة الوحيدة في عملية تكوين الجنين ونمو الجنين بالأحسن نموه. وبالتالي لو ارتأينا أن يعني حتى نمو الجنين من خلية واحدة إلى 70 تريليون خلية، هذه كل الخلايا تنمو بشكل سليم بوجود هذا الماء ساخن بين قوسين، بوجود ماء ساخن، وهذا إذا مفيد جدا. بالنسبة للمرأة الحامل تناول الماء الساخن كما أسلفنا، وهناك أيضا مهم جدا فيما يتعلق بالولادة بدون ألم. للمرأة الحامل التي تواظب على البرنامج الصحي والعلاجي للماء الساخن يساعدها على تلين عضلات، وبالتالي يسهل عليها في عملية الولادة بدون ألم. ونكرر مرة أخرى هذا الخبر كثير مفرح لدى الحوامل، المرأة الحامل، وبالتالي المواظبة على البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول ماء ساخن من أجل صحة الجنين والولادة بدون ألم. وبالتالي ننصح للأمهات الله بالمواظبة بالبرنامج الصحي والعلاجي للماء الساخن وفقا لدرجة الحرارة التي حددنا فيها، وهي درجة 50 درجة مئوية. واحد، ثانية البرنامج بما يعادل تناول ما لا يقل عن 3 لترات ماء ساخن وفقا للبرنامج، طبعا ليس على فترة ولا فترتين، على هناك في برنامج يوزع الامتداد اليوم طبعا على فترات متفاوتة، وفترات مهم جدا أيضا مراعاة ذلك. نسأل الله تعالى التوفيق لكم والصحة والعافية لجميع الأمهات الحوامل ولصحة الجنين. وإذا مهم فعليكم المواظبة والاستمرار الجسدية والنفسية والعقلية، وإن شاء الله نرى أجيال قادمة، أجيال مواظبين على البرنامج الصحي والعلاجي للماء الساخن، حتى تعوم الصحة والعافية، الصحة الشمولية والروحية لدى الجميع. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.